رب يا رب ما يصير معنا ولا إشي اليوم على الطريق. احنا رايحين عند واحد ناس لعليه لعنه مش عارف ليش، 5 حوادث بشهرين. يا رب ما يصير لنا إشي واحنا رايحين عنده على الطريق. ابو سيف زرافة السوشيال ميديا، يعني بلبس 5 بلايز هاي نيك عادي كله بيجي فوق بعض مصفطات. اي لاف يو مان ابو دي جايك يا ابو سيف النايس، ويا رب يكون العبادي عندك. اي ام كومينج استاذ، قال لكم تلمزتي استاذ، انا رايح فين؟ انا جاي. اسعد الله قلبكم حبايب قلبي. ابو دي طالع لكم كبسه عمين على ابو سيف سمول سايز وعبادي 10 اكس. ما خنقني هذا، خنقني يا الله. هنا بالطريق رايحين على بيت قصي، يا رب العبادي يكبس واحنا غاد هو معه عشان مع بعض يكبس. وين دبل كبسه اليوم؟ دبل، فان شاء الله تكون كبسه نايس. يا جماعة الخير هينا وصلنا عند العبادي وقصي. هذا بدور على اي مصيبه، بس شغال مصايب مصاري باخذ عليها. طبعا يا جماعه الخير الله يسعد قلبكم، معانا اليوم بكبستنا قصي ابو سيف مستر نايس جاي. طبعا اخوان عبادي موديل، انت اوت الحلقه بس بتفوت وتطلع. اسمع انا قاعد في البيت هذا، واللي بقعد في البيت هذا بخش بكل الحلقات اعلانات ومشيت لك اياها تاخذ المصاري، والاكل اللي بيجي انت بتاكله، اما هاي انا بتطلع فيه. الاكل مين بوكله؟ انا اللي باكل. يا عليك جلي تمام، لازم تجي الجلي. وحجز لقصي، ادخل اجلي يلا. يا جماعه الخير خلينا نركب مايكات لقصي ونبلش حلقتنا كبسه مع ابو سيف. يا اهلا وسهلا. اسعد الله قلبكم حبايب القلب، واليوم كبستنا ابو سيف. هلا والله ملك الحوادث والمصايب في الاردن. اي مصيبه يعني انسى، بدخل في الحيط لو ما لقاش حدا يدخل فيه. في 2022 كثير صعبة كانت يعني بدايتها. المهم عبادي ايش اخي؟ والله وزبطت يا عبادي معك. والله ونكشت. يا تعال كابسة طالع. نكشت. انت جاي ايدك فاضية ولا جاي بس تعمل حلقة وتروح؟ لا في ما عليك خلص جيب لك. طبعا فقرة اليوم عندنا 3 فقرات مع قصي ابو سيف. عبادي يعني استعانة بصديق. طبعا نعتبرها مش تكون انت الضيف وقصي اللي بده يستعين فيك. عزيز ما انا ساكن في البيت وانا بدي اطلع في كل شيء، هذا اللي بفهمه. طب ما جليتش الجلية؟ ما عليك، ما نظفتش الغرفة. غرفة نظيف انظف من والمنشر. والمنشر متجوز يا اخوان، شفتوا ليش؟ مش منطق اعيش مع واحد زي عبادي صراحة. مش عيشة والله، ما هي عيشة. طب اسمع، تعيش معه يوم واحد هاي هذا بتتحمل، بدي اعطيك اللي بدك اياه يوم. يا عفو الله يا رجل، انا اتزوج 4 ولا اعيش مع صاحبي؟ شو هاد؟ انا بقعدش في البيت. بتقعدش في البيت؟ ما مسكين بقعدش. يعني انت ايش قايم في دور مين؟ كل اشي. دقيقة عبادي، بدك توضح ايش يعني كل اشي؟ كل شيء بنام بدخل بنام. بس دقيقة أفران، بدخل بنام بس بده الأكل يجي لعنده، بعدين لو تشوفه هو نايم كيف مسطح راسه. هاي الأجسام ما تتدخلش في الأحجام، ما بقوم بقوم تحكي لك الصفات. طب ممكن طلب مو أنت في مدرسة رافع إيدك قال سؤال تفضل جاوب. ممكن طلب. هذيك اليوم طلعت مشوار نص ساعة ولا في مجال كلوزة حاجة، في مجال كلوزة حاجة، مش 5 دقائق بسيبه نص ساعة بيجيب لي عتة دائم. في حلقة يا شيخ، في حلقة، في حلقة اشك فيه وضربني قبل ما اطلق. انا بلشت يا زلمة. اخوان احنا مش جايين نصلح يا زلمة، احنا لو بعرف جايين عطوة. احنا جايين برنامج لمسامح كريم. هو الفقرة الأولى يا اخوان اسئلة راح تكون لقصي عبادي، إذا بتحب تخش بالموضوع بساعدك. ما عليك عندي يلا. ليش قصي أبو سيف نسوانجي؟ هو هذا أول سؤال يعني. مين حكى نسوانجي؟ جاوبوا جاوبوا. الكاميرا شغالة عدل الكاميرات. انا مش نسوانجي يا جماعة، بس يعني بس بحب البنات.
اساسا انا طلع علي سمعه عاطله انه انا لا لا انسى. ليش عمري ما شفتك مع نفس البنت مرتين؟ بحب يقلب. اكيد اكيد لا انت عمرك شفت اكتبه رح نلقى طوط عليها هاي. ما في بنت بعرفها الا بتعرفك يا قصي، وانت دائما بتحكي عن حالك سنجل. ما انا سنجل يعني قديش لك سنجل؟ ايش؟ انا سنجل، ما هو انا مش شرط يعني بطلع مع بنت او بشوف بنت او بنت؟ مش ضروري بتعزز. بتطلعش مع حدا، بروح بجيبه من الجامعة بروح معه تسعة. طبعا يا اخوان هون عبادي عايش على قاعدة سرك في بير، بس تشرب منه الاردن كلها. بطلع بصف التيوتا بجيب باص تسعة زير سالم انا قاعد. والله الزير بتعلم منه. قصايب سيف مبسوط حالك انه ساهر بحبك؟ هو بحبني ك يعني انا بعتبره انه بحب. لا هذا بالذات ما بحبك ك لا يحبني. انا بحبك هسه اذا بحبني كشخص، اذا بحبني كشخص انا موافق، اذا بحبني لمطلب او لغايه هو نفسه فيها انا لا ما يحبني برضه توت. انا بقول المونتاج يشتغلوا من هسه. بتامن انه في صداقه بين الشاب والبنت بدون ما يكون فيها حب؟ نعم. بس انت دائما بتعترف لها انك تحبها؟ لا طبعا انا والله في عندي صديقات من سنتين وثلاث. ما عمرك اعترفت لهم بحب؟ لا طبعا صداقه كان قريبه. قريبه انا بعد البرنامج ده مهد الموضوع. قصايب سيف، خمس مصايب خلال شهرين، حادثين، حرقة ايد، كورونا، وطبشة حاجب. والله كثير. شو محضر لنا على رمضان؟ حلوة حادث. حنزلوا بالسيزون الجديد في حادث ست سبع قلبات حيكون يعني ترند. انا اجي زورتك اول مرتين بس على التلفون. هسه خلص ايش هسه اللي بشوفني صار يضحك. بطل يقول لي سلامتك انت كفي يعني تعبوا. قصاي قبل المصائب كنا نشوف حواليك شله كبيره من الشباب، بعد القصص كلها اسم الله فش غير سلاوي ماشي معك، وعبادي قول عبادي فش شيء يخسره. صحيح. سلاوي مش حاسس مش خايف حاله. بس ايش بالنسبه لعبادي فش شيء يخسره؟ مش ممتاز يعني بالعكس انت لو صار حادث تتعدل تتعدل. سلاوي خاف حاله من المصايب يعني؟ اه لا ليش هو يعني المصايب تيجي علي لحالي، ما بتيجي على السلاوي ما بتيجي على اصحابي. بس هو انه انا صرت لحالي في ناس بشوفهم بس خارج السوشيال ميديا. ابو سيف بحاول يكون كثير عميق. ليش؟ احنا كثير اتفه من هيك اخوي كثير. ما صار معهم شيء. بس هلا ماتوا زمان. بس في ناس انا نفسي يعني تجنبت صحبتهم. ممكن عشان انت بديش اضرهم. مش بديش اضرهم، ممكن لانه انا يعني حسيت انه اذا ببعد عنهم احسن. حلو. ماشي على مبدا ابعد تحلى. حلو. قرب شايفه حاليا. بس هو يعني ترك 50 واحد وصاحبه. نفس الشيء. مو 50 بالله عليك ما انا معوضك عن كل شيء بحياتك. بصراحة مش امي انت تعوضني عن كل شيء بحياتي. بس انا دخلت الام والعاطفة. طبعا الفقرة الثانية يا جماعة الخير، اختار ما بين وبين يا قصي ابو سيف. تمام؟ ضروري اختار. هذاك كيف له ساعة باكل وبنضخ؟ لا هو زانك تحت الطاولة. انا وين كبرتي مش حكيت كنت بدوخ. كنت ابلع بس على شو جايب؟ ان شاء الله الشاورما اللي جبناها معنا. شخص عديق. استنى شوي. فلاش طبعا. طبعا يا جماعة الخير قبل ما أعطوني تمور أبو عياش قبل ما تخش على الثقيل. مش قلت لك مش أخلاق ويجي إيده فاضية؟ مستحيل. لو دخل ويده فاضية مشكلة. طبعا يا جماعة الخير هاي إحنا بنحضرك لرمضان. أنا جايب لك أكل نوكل بس نخلص مش توكل خلال الحلقة. بس اليوم كنا بنحكي إيش بنجيب لرمضان، فأنت وفرت علينا. يلا والله حضر من عبادي من هسه بحضر لرمضان. عبادي مؤسس لرمضان مؤسس حضر رمضانين لو قلت. طبعا يا جماعه الخير معنا تمور ابو عياش. طبعا انا زرتهم في مزرعتهم اكثر من مره. حلو. في استنى بدي اقول لك ايه هذا بحبه بالكراميل. اسمع دقيقه انت خلص ولد انا يا اخوان خليني اقول لك ممكن تسمح انت ضيف الحلقه وانا تبع مستلم الاكل وانا بذوق الحلقه وانا بذوق الحلقه. طبعا عشان تكونوا عارفين تمور المجهول من تمور ابو عياش ايش يعني؟ يعني كل حبه بتكون مغلفه نفس الحجم اختها، يعني بتلاقيش حبه عبادي حبه قصي ابو سيف نفس الحبه صح؟ يعني نفس الحجم يعني كل كيس كامل مش مثل غير هذا يعني ايه فرق احجام. فالتمور هون كلياتها نفس السايز وانا رحت اقسم بالله مش مجامله من افخم مزارع تمور في عمان. والنعم. طبعا هي انا اسست كل رمضان من هسه مع تمور ابو عياش. هاي تمور المجهول، هاي تمور كالا على طعم الشوكليت والكراميل مع كاسه القهوه الصبح. الله عليك لو سمحت ما مش ضروري تسال على رمضان، هذول بتبلش فيهم عبادي وقت ما بدك. لا هذول عشان جبنا تبع رمضان. طب
فيش داعم تبع قهوه ساده دنتست الوين بس ان شاء الله بعد هدول سلم ايديك والله حبيب قلبي هدول للبيت بمنكم عزبيه هدول العبادي خلص هم راحوا يعني اجيب لك قدهم هم بدي انا بدي غيرهم كمان بدي عيوني دوق عبادي ايه اصلي انا اخذت اللي فيها كراميل في تمر مره جابت امي على الدار وهي بتاكل طلعت طحنت العقل معها والله طلع جوسي طبعا جوسي والله عبالي سؤال كوميدي على فكره سؤال كوميدي والله على راسي ابو عياش حبيتكم انا ابو عياش بدهم شغل ابو عياش في مجال تواصلوا معنا وهسه يا اخوان هيك بعد ما تحلينا بالتمور الفقرة طبعا الشباب جاعت هسه ضروري الفقرة الثانية قصي ابو سيف اختار ما بين وبين زواج عن حب ولا تقليدي عن حب طبعا عن حب ولا عرفي عرفي بصراحة عن حب عن حب طبعا تعرف صاحبي شو الحلو فيك رومانسي لو اضطريت تعيش مع واحد طول عمرك مين بتنقي ساهر ولا العبادي لا بس بتفكر انت كمان كنت مخارب انت فاهم لا لا ضيا مش حلو تقول يعني يعني انت قامتني معه لا تخيل لو قال ساهر مثلا يعني خليني اقول لك هيك انت لسعك معه لسه مختار بختار ساهر هو دير بقى نفسي تختار ساهر ما هو مش حختم مش حقدر كيف عايشين مع بعض كيف طايقين بعض بنشوفش بعض والله ما بنشوف يعني هو بيقف وانا بغرفه احنا بس لما يكون في ناس تعرفوا انت مش هون كن حبايب احضان هطلع عن جد بعوض عن كل شيء قاعد يعني لا مش قصدي يعني قصدي احضان انه والله خوية اخترت ساهر احسن يعني نحضر فيلم مع بعض لو فيها احضان بختار ساهر بعدين بكام عشري احضان قصي ابو سيف تعيش انسان مشهور ومكروه ولا انسان مش مشهور ومحبوب مش مشهور ومحبوب طبعا مشهور اعتذار ومحبوب. الرجل للمراه ضعف او تقدير لها تقدير للمراه حسب الاعتذار عايش شوف المدرج الروماني على ركبه ونص عامل حركه الورد عرفتها مثلا يا تركي شو ما انت بس معك والله لا عندي وتطاقي على الخط في وجهها شو من وين اعتذار انت بتعتذر انت ساكن معي احلى شيء بعبادي كتوم كتوم شكلك ساكن لا انا ساكن مع ابو معتز جارنا ما بصيرش الحكي هذا يعني نهائيا والله ساكن والله اخر مره بعمل مقابله بعثتين يا زلمه وطقعها بالشبشب على الخط هيك بس كذا قصيب سيف شهره عطفر ولا انسان عادي وغني لا طبعا انسان مشهور ما طفران هو مش عارف اجاوب السؤال شهرة عطفر ولا انسان عادي وغني يعني مشهور مشهور محبوب حكون محبوب محبوب ناس ما حس اسمع السؤال انت اسمع انت اختار الغني وبنشتري فيهم فولورز عبالك ما رحت عندي فولورز بتابعه مش عام مش مصاري اخوي الله عليك قصي ابو سيف بتحب تكون اهبل والبنات عليك زي الرز ولا تكون حدق والبنات بشمئزوا منك فين السؤال مش عارف زي مشهور وطفران انت فاهم انت شو بدك اضيها لا طبعا اكون تاشر على السؤال وانا اقول على وانا اجاوبك اكون حدق فاهم كيف ومكروه من البنات عادي حدق بس اكون اهبل ليش اضحكوا علي بتحب تكون ابو عضل وبتشتغل بودي جارد عندي ولا عضلاتك بنفسي وبتشتغل خز عند هيفا وهبي خز عند هيفا وهبي بصراحه وانا كمان بشتغل معكم هو بدي جارد يعني اكون صعب انت والله صريح طلعت طبعا جدا عبادي قبل عبادي السؤال لك على طول بتحب تكون ابو عضل وبتشتغل بودي جارد عندي ولا عضلاتك بنفسي وبتشتغل خز عند مريم فارس مش انا اللي برخص عند مريم فارس عم بشتغل مرتين عند مريم فارس ببلاش منها سايق ومنها بودي جارد ببلاش واذا بدها بستعمل في شعرها هيك اربط لها اياها لما تعمل هاي انا جو هاي فوابي عبالك ايوه هاي فاكسبايرد اصلا لو عندك موعد غرامي مش الك السؤال له طبعا انا مش غرامي لو عندك موعد اكل لمين هذا السؤال للعبد معروف التكسير لو عندك موعد غرامي مع وحده صروخ يعني شبهي بشعر وحسيت انه طالع لك ريحه اباط حلو وفيش عندك خيار غير انه تحط عطر ستاتي بتحط عطر ستاتي وبتنزل عليها ولا بتقابلها باباطك لا بحط عطر ستاتي شي
بحطها دور ستاتي. يعني جد انت البنت هي تتركب على جد تتركبي خاير تركبي بريحه تركبي خاير ولا تتركبي بريحه تفهم هاي السؤال اول حداقه الله عليك. طبعا الفقره الثالثه مع قصي ابو سيف والعبادي. الاجنبي بس يصحى يا قصي ابو سيف من النوم بيطلع يركض، قصي بس يصحى من النوم شو بيعمل؟ بنكد على العبادي. تصحك بعدين تقول الغساله بصرمانه وانت مالك. الاجنبي بيفطر بانكيك واورنجوز، قصي ابو سيف ايش بفطر؟ انا بتغدى الساعه 9 بالليل. الاجنبي على الساعه 3 بخلص شغله، قصي ابو سيف ايش بكون يعمل على الساعه 3؟ بكون نايم طبعا. بكون بدي عم بصحى الساعه 3. الاجنبي بيروح باخذ صاحبته من البيت ببي ام دبليو، بيفتح لها الباب وبعشيها وبتقاسموا الفاتوره. قصي ابو سيف كيف بيجيب حبيبته بيستقبلها؟ نفس الشيء بس تويوتا كورولا. حلوه والله حلوه. والله مش حلوه صاحبي. طبعا يا جماعه الخير انا بصراحه ينعن هيك سكنه. صراحه ليش المنطقه هذه؟ انت المنطقه بس الدار هون. لا هو العباد مشكله يعني انا كنت قاعد اجواء بيت. ضروري احكي كتوم كتوم في البيت اسم الله. اقسم بالله ما بنطيق بعض. طبعا يا جماعه الخير لو انا بتنتهي حلقتنا كبسه مع اثنين اللي انا مش فاهم صراحه. طب وين مش قلت في اكل؟ صح بدهم ياكلوا. طبعا بدهم ياكلوا. طبعا بدهم ياكلوا بلغ الحلقه كامله بشتك عليك. اعطينا اياه اخوان عبادي طول الحلقه عينه على الاكل. خلينا نروح اطعميهم. سلام. اعملوا لايك وشير يا جماعة وسبسكرايب تمام؟ وبس فجروا أم الحلقة يا جماعة. فجروا أم الحلقة. سلام عليكم. هذا واحد صوب خطبين أنا يا رجل. ما بعرف يا هاي إذا ما اهتمينا ببعض. صحيح. فلفل فلفل شفته والله شفته. بحس فيه بنقز منه. يعطيكم ألف عافية يا حبايب القلب.